خلونا نحلل السوق، الذهب والبترول والبيتكوين والدولار ين والعملات كلها بسرعة. صفقة البيتكوين زي ما انتوا شايفين هو ادى الإشارة من عند الخط الأصفر دوت في البيتكوين، والصفقة دلوقتي عاملة كويس جدا. من 28,000 احنا دلوقتي 34,000، فالصفقة عاملة أكتر من 6,000 نقطة. صفقة اليورو دولار مدي بيع من الخط الأصفر دوت، واحنا دلوقتي هنا هوت وعاملة 81 نقطة. الدولار ين ادى الإشارة، إشارة الدخول بتبقى الخط الأصفر، وغالبا زي ما قلنا في الفيديو اللي فات انه الستوب بتكون الخط الأحمر دوت. وطول ما السوق بيتحرك، يعني احنا اول ما دخلنا هنا هوت كان الستوب هنا، السوق ابتدى يطلع بقت الستوب هنا، السوق بقى يطلع بقت الستوب هنا، السوق بقى يطلع بقت الستوب هنا، وهي بتتعامل اوتوماتيك. يعني الستوب البرنامج بيعملها اوتوماتيك. صفقة الباوند دولار دخلنا بيع من المنطقة دي اللي وجاب الهدف على طول، يعني شمعة التانية التالتة جاب التلات أهداف، ودخلنا تاني مرة تانية هنا هوت المنطقة دي هنا هوت دخلنا، ودلوقتي احنا محركين الستوب هنا هوت. يعني من الصفقة من منطقة الدخول، طب ما كنتش موجود هنا، ما كنتش موجود هنا، ما كنتش موجود هنا، عامل 41 نقطة، اللي هو فاتته الصفقة الأولانية عامل 41 نقطة. دلوقتي بالنسبة للدولار كندا، كان في إشارة شراء من امبارح، وكنا حاطين الستوب هنا هوت، السوق ابتدى يطلع، ابتدينا نحرك الستوب هنا. طيب لو انت افرض ما كنتش موجود امبارح وجيت النهاردة عايز تتداول ويانا، طب احنا انت شايف ان احنا داخلين شراء، خلاص ممكن تدخل اي شراء والستوب بتاعك هو الخط الايه الاحمر بتاعك. بعد كده السوق هيبتدي يطلع، تبتدي تحرك الستوب الاحمر دي، واحنا الستوب بتاعتنا هنا هو دلوقتي والسعر هنا. لكن عايز تستنى معانا، استنى، عايز تطلع هنا 50، عايز تطلع 60، عايز تطلع 80، في اي وقت عايز تطلع وهتدخل تنام اطلع ومفيش مشكلة. ولما ترجع تبقى تشوف ان احنا داخلين في ايه وتدخل ويانا. فمش لازم تدخل يعني في المكان اللي احنا دخلنا فيه، ممكن لو فاتتك الصفقة شفنا احنا داخلين شراء ولا بيع وكمل ويانا. نفس الكلام الاسترالي دولار دخلنا بيع هنا هوت النهاردة، وجاب الهدف الاول والتاني والتالت، وهي مكملة بعد الهدف التالت. كنا حاطين الستوب هنا، لما نزل شوية رحنا محركين الستوب هنا لما نزل، ودلوقتي هو نزل كمان بعد الهدف التالت وبنحرك. ان شاء الله يفضل قاعد مكمل يوم اتنين تلاتة، احنا هنحرك الستوب دي كل ما ايه يعني الخط دوت هتلاقيه بيتحرك اوتوماتيك على الشارت. الناس اللي عندها البرنامج على جهازك هتلاقيه بتجيب اي عملة وعايز حاجة، يبقى انت ما انتش محتاج حد يقول لك دي شراء ولا بيع، انت عارف زي ما احنا داخلين احنا شراء ولا بيع، الستوب هتكون فين، الهدف هيبقى فين، وبتتحرك وبتعمل القرار بسرعة. بالنسبة اليورو استرالي اللي كان بيسأل على اليورو استرالي،
كنا داخلين شراء من هنا اهوت من النقطة دي. طب واحد ما لحقش النقطة دي، الشمعة اللي بعدها ممكن تخش في نفس المكان او مكان احسن شوية، او افرض السعر راح طالع وراح نازل، هتخش ويانا. الستوب بتاعك هنا ابتدى يطلع، بتحرك الستوب، بتخليه هنا بتخليه هنا، وهو دلوقتي هنا والدنيا. فيبقى هو لو كمل طوالي يبقى احنا في الصفقة، ضرب الستوب يبقى هنطلع منه. واحد عايز ياخد الفلوس من النقطة دي ويطلع هنا هوت قبل القفل 95 نقطة، بتقدر تعمل كده. يعني انا في ناس بتقول لك انا خسران 170 الف، 180 الف، 190 الف. يعني انا مش عارف الناس دي. انت لو عندك حاجة بتقول لك انت داخل فين وطالع فين، الموضوع بسيط. لان انا بص، انا بدخل هنا هوت الستوب بتاعي لا يمكن هتكون اكتر من 30 نقطة، وفي نفس الوقت الهدف بيبقى 70. يعني انا لو خسرت صفقة ولا صفقتين او ثلاثة هيبقوا 20 20 20، يبقى 60. بس الصفقات اللي انا بعملها بلاقي عامل 95، البيتكوين عاملة 6000 نقطة، الباوند امبارح كان عامل فلوس كويسة زي ما انت ما شفت، اليورو استرالي عامل 95 نقطة. يعني لو اخدت 10 صفقات هتبص تلاقي نفسك عامل، وهو ده اللي احنا عاملينه، بنحط لك الصفقات كلها هنا، اللي عاملة 75، اللي عاملة حاجة و80، اللي عاملة 100، واللي عاملة 700. يعني نقي اللي تعجبك وخش فيها على حسب تحليلك. الدولار ين يا شباب، الدولار ين داخلين شراء هنا هو، والستوب بتاعنا هنا زي ما انت شايف من منطقة. طب ما كنتش هنا، ما كنتش هنا، ما كنتش هنا، اهو الصفقة عاملة 20 نقطة. ده شرط 5 دقايق. يعني احيانا زي ما انت عايز بقى، عايز الشرط بتاع النص ساعة، عايز الشرط بتاع ال4 ساعات. لو انت بتحب الصفقات السريعة اتداول على شرط ال5 دقايق، لو انت بتحب الصفقات الطويلة لمدة نص ساعة ولا ساعة اتداول على شرط النص ساعة. لو بتحب اليومي، يعني البيتكوين كانت على شرط الساعة، لان البيتكوين بتتحرك كتير. يعني الحاجات اللي بتتحرك سريع. هنبص على الذهب. بالنسبة لصفقة الذهب، احنا دخلنا شراء هنا هوت في اللحظة دي، واحنا دلوقتي جبنا الهدف الاول والتاني، كنا مستنين الهدف التالت بس ما جابهاش، ومحركين الستوب على منطقة الدخول. ماشي، ده بالنسبة للذهب. يعني هو ما تحركش كتير النهاردة، فاحنا كنا في العملات التانية. الذهب الصفقة الوحيدة اللي جت بالظبط عند الخط، النقطة دي هنا هو، كنا حاطين الستوب، ابتدى يتحرك، راح مطلع الستوب من النقطة دي هنا هو، ابتدى وهو طالع ابتدى يتحرك، وهو دلوقتي حاطط الستوب على المكان الدخول، المنطقة اللي احنا دخلنا فيها، بحيث ان احنا ما نخسرش. ماشي. بالنسبة للكادين، كان في فرصة دخول امبارح اهي، هنا او هنا او هنا، الستوب كان عندك هنا هوت، وبعد كده هوت السعر ابتدى ينزل، جاب الهدف الاول والتاني والتالت، والستوب اتحركت دلوقتي هنا. يعني احنا في الصفقة دلوقتي من النقطة دي، والصفقة دلوقتي عاملة فلوس 32 نقطة. طبعا في ناس خدت 44 نقطة وقفلت اليوم، الناس اللي هي فيها معانا ولسه فيها، احنا 33 نقطة دلوقتي. فيبقى انت بقى عايز تتداول السوق الياباني، عايز تتداول اي حاجة تقدر، طالما البروكر عندك حاطط الرمز تقدر تتداول. يعني السوي بين، الكافي،
انا البروكر عندي معظم العملات، البيتكوين، السوق الامريكي، تقدر تتداول اي حاجة. ان شاء الله هنحاول نعمل تحليل للازواج في فترة، بعد فترة امريكا، بعد فترة اوروبا، بعد فترة اسيا، بحيث الناس تاخد خبرة وتعرف ازاي بنتحرك في العملات وبندخل فين وبنطلع فين يعني الموضوع سهل ببسيط خالص. يعني ده أدوات معمولة بالذكاء الاصطناعي وبيقول لك التحركات بتاعت العملات هتكون في ايه في الفترات الجاية، وانت بتحسب بتشوف العملية دي هتجيب همها ولا مش هتجيب همها. يعني انا قبل ما بدخل بشوف هل بيحط لي خط اصفر، ده مكان الدخول. طب افرض ما كانش هنا، ما كانش هنا، ما كنتش موجود، وجا النهارده جيت انت اتداولت فتحت لقيت نفسك قريب من الخط الاصفر ده، خش هنا اهو. يعني لو ما كنتش ويانا انت من امبارح ممكن هنا، لو السعر طلع بعد 6 ساعات ولا 8 ساعات عند الخط الاصفر خش ويانا، ولما بيتحرك والستوب دي بتتحرك حرك الستوب وياه، كل حاجة على جهازك تقدر تتابع بنفسك. يبقى انت مش محتاج تحليل من حد ولا حد يقول لك دي ده الشرط ده طالع الشرط ده نازل، هتحط الهدف فين الستوب فين، كل حاجة معمولة قدامك بالذكاء الاصطناعي وانت شايف النتائج. يعني هيكون كل 10 صفقات هيجي لك واحدة أو 2 خسرانين. يبقى أنت مش فاضي تقعد بقى تحلل كذا ولا كذا ولا كذا ولا يعني على طول بتاخد القرار في دقيقة. يعني مثلا اليورو أسترالي أنا مش عارف هو شراء ولا بيع، أهو كان مدي شراء وبتحط استوبك هنا هوت 30 نقطة، طلع جاب الهدف الأول التاني. طيب ما كنتش موجود والسعر نزل شوية، خش هنا هوت الستوب بتاعنا هنا هوت، ابتدى تتحرك شوية، ابتدى يطلع، راح طالع اهي اهي هنا اهو، واحنا الستوب بتاعنا هنا والصفقة عاملة كده. في واحد يقولك ممكن استعمل 5 دقايق، 104 يعني الصفقة عاملة 104، ده احنا مستعملين ايه شرط النص ساعة. في واحد بيحب شرط ال15 دقيقة، في واحد بيحب شرط ال5 دقايق، زي ما انت عايز ماشي. كل ما بيكون يعني انا شخصيا بفضل الربع ساعة او النص ساعة، بحيث ان انا اخد 100 نقطة، لان انا بخسر يعني بحط ستوب 30، فانا على الاقل لازم تكون 100 او 70، فاهمني يعني ايه عشان تجيب همها. لكن لو حطيت شرط ال5 دقايق هيقول لك هتعمل 10 نقط قصاد 10 نقط خسارة او بتاع. يعني كل ما بيكون على الاقل 15 دقيقة او اكتر، لو عايز تاخد 5 دقايق ماشي يعني على كيفك. اليورو نيوزيلندي اهي برضو مكان الدخول هنا او هنا او هنا، شوف الدك كم مرة، ادي مرة 2 3 4 5، 5 مرات. يعني كان عندك 5 ساعات تقدر تاخد الصفقة دي. الصفقة دلوقتي دي عاملة حوالي 87، 87 نقطة. حسابك صغير خد صفقة ولا صفقتين، حسابك كبير خد صفقتين او 3، حسابك كبير قوي خد 10 صفقات. الناس اللي هي عندها حسابات التمويل بيشتغلوا بال10 صفقات. اليورو ين كان مدي صفقة امبارح من هنا هوت من المنطقة دي، وجاب الهدف الأول التاني التالت، ودلوقتي الستوب كانت بتاعتنا هنا، لما نزل بقت الستوب هنا، لما نزل بقت الستوب هنا، بقى نزل، ولما نزل دلوقتي الستوب في المنطقة دي. يعني لو لمس البتاعة الخط الأحمر ده هنطلع من الصفقة دي على الأقل. لو فضل
هتطلع ب 60 او 65 نقطة. لو هو مكمل هتفضل مكمل وياه انت ورزقك بقى. طيب لو في اسئلة او اقتراحات ابعتولنا شباب الاقتراحات بتاعتكم، اللي عايز تحليل عملة معينة يبعت لي وانا احطها في غرفة التليجرام. غرفة التليجرام موجودة في اللينك بتاع تحت الفيديو، اللي عنده سؤال تقدر تتواصل ويانا. نشوفكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم.